السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سارت أحوال جوية غير مستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة المدارية الموسمية لتلك المناطق، فيما سارت أجواء مستقرة وحارة في باقي مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية الغربية، فيما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم وسادت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن عن الأمطار باستعراض لهذه الخرائط لتوزيع الأمطار وشدتها ومناطق تأثيرها اعتبار من نهار اليوم الثلاثاء وحتى عطلة نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء. تستمر الأمطار فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وأبها وعسير، بالإضافة لأجزاء من أقصى شرق المملكة، تحديدا شرق منطقة الربع الخالي على الحدود الإماراتية العمانية. يوم الأربعاء لا تغير حال الجوية، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. أيضا قد تصل بعض تأثيرات الحالة أو حالة عدم استقرار الجو التي تتأثر بها جبال الحجر في سلطنة عمان، قد تصل بعض تأثيراته إلى الحدود السعودية، تحديدا أقصى جنوب شرق المملكة خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الخميس أيضا لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تتشكل الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر وتعطل زخات من الأمطار، فيما تسود أجواء مستقرة وصافية في باقي المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 32 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية ثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 43 درجة مئوية كحرارة عظمى مع أجواء صافية مع الصغرى 30، يوم الخميس 42 إلى 31، ويوم الجمعة 43 إلى 32 درجة مئوية. نستعرض الآن وياكم الحالة الجوية في باقي المدن السعودية ليوم الأربعاء. نبدوها شمالا من تبوك، طقس صافي 40 إلى 26، سكاكا 39 إلى 28، وعرعر 40 إلى 37 درجة مئوية. غربا نحو المدينة المنورة 45 إلى 33، جدة تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 31، مكة المكرمة 42 إلى 31، والطائف 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، 29 إلى 21 في أبها، 29 إلى 20 في الباحة، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 32 درجة مئوية. شرقا نحو الدمام طقس صافي 41 إلى 30، حفر الباطن 42 إلى 27، والإحساء 44 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض 43 إلى 30، بريدة 42 إلى 27، وحائل 38 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.